عودي معكم للمتابعة. طبعا كتار كمان جاوبوني، رح أوري هيك كم كومنت عن يلي سألته الأشخاص اللي بتحبوا تشكرون بحياتكم. بس الزيتوني مدرستي مس هدى، وأنا طالبة بالصف الثالث الإعدادي صف التاسع، لأنه أعطتني درس أنه عندي مؤهلات يجب أن أثقلها بالدراسة والاهتمام بدراستي، بالفعل فوقت ببقية حياتي. دوحة، بقدم الشكر من القلب لصديقتي اللي وقفت معي، صباح الورد جوزيف. رهف كمان، بقدم الشكر لأحبائي أخواتي وزوجي حبيبي الغالي. مي حمد، صباح الورد لأمي، طفلة خطيرة. لك انت جوزيف صاحب الطاقة الإيجابية كل صباح، ثانك يو لك. ومع كمان انا ببعث لك القلوب والبوسات يلي بعتي لي اياها. طبعا انا بدي اتشكر كل يلي تواصلوا معي عبر السوشيال ميديا. مي رضوان، صباح الخير اكيد لامي وبي. صباح الورد لكل العاملين باحلى برنامج عالم الصباح، ثانك يو لانك بتعطينا الطاقة الإيجابية كل يوم. بتمنى انه ضلني اقدر اعطيكم هالطاقة واخذها انا كمان منكم، لانه بنستمد من بعضنا الطاقة الإيجابية. رح نروح نحن وياكم باخر محطة مع الشيف، وأنا بنضم له بعد دقائق قليلة. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. أنا وياكم دغري رح ننتقل حتى نبلش بصلصة السيزر. الأنشوا هيدا هو اللي بيجي بشكل السردين، هيدا هو أساس صلصة السيزر. لكن مثل ما عم بتشوفوا الأنشوا بيجي بشكل السردين، هيدا هو أساس الصلصة وهيدا اللي بيعطينا النكهة. طيب رح اخذ انا عندي وعاء، رح احط بقلبه بهالشكل انشوا، بالاضافه طبعا عندي مايونيز، كمان بنحط كميه بهالشكل، وايضا حس ثوم، رشة ملح، عصرة حامضة، طبعا عصرة صغيرة للحامض كمان بهالشكل، وأيضا فلفل أسود، جبنة بارميزان بنحط أيضا رشة، ونخلطهم مع بعض. هلا انا بدي اياها الصلصه، طبعا بدي اياها تكون شاده، لان بدي اخلطها مع الخس وبدي اخلطها مع الدجاج. فانتو للسلطه بترخوها بشويه خل، او فيكم ترخوها بشويه عصير حامض كمان، ما عندكم مشكله. اوكي، هيدي الكميه اخذتها، رح اجي ضيف عندي الدجاج، رح ضيف هيدي الكمية فوق الدجاج بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا، ورح اجيب الخس، خس الايسبرغ كمان بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا، رح اعملهم شوي ناعمين لنخلطهم مع الدجاج. اوكي، طيب انا هون رح اخلطهم مع بعض بهالشكل هيدا، طبعا رح جيب كمان من الجبنة المرهمية، حط معهم ايضا جبنة مرهمية، وهيدا الخليط صار جاهز عندي، وهي رشة جبنة بارميزون. رح اجي لخبز الراب، عندي خبز الراب قدامي بهالشكل، رح اخد كمية مثل ما عم بتشوفوا كيف منحطها، او كيف منحط الدجاج مع الخس مع هالصلصة الشهية، ورح اجيب طواية او قلاية حطها كمان على النار، بلفها بهالشكل، اوكي، ومنحمصها.
كمان رح كرر العملية. بعد بعمل حبة مثل ما عم بتشوفوا. اوكي كمان انا عملت لكان مشاهدينا حبتين صاروا بالطوي، بدي حمرهم وقطعهم وحطهم بصحن السكب. طيب بهالوقت شو رح اعمل؟ بهالوقت رح اجي خلص كمان السلطه لحلقتنا لليوم. عندي هون مثل ما شفتوا في عندي البطاطا، وايضا رح ضيف للبطاطا لبن، كمان رح ضيف مايونيز بهالشكل، رح اجي ضيف ايضا من الخردل، ورح اخذ الشومر كمان رح نضيف شومر لان عندي سلطة البطاطا ايضا بالشومر. اوكي واخلطها مع رشة ملح، وعندي فلفل اسود. هون منشوف شو صار في عنا، منقلبون. اوكي هيدا خليط البطاطا مثل ما عم بتشوفوا، رح اجي اسكبه بهيدا الصحن. مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نسكبهم. اوكي هيدا لكن صحن السلطه. جوزيف جينا وصلنا، بدك شو رح تعمل هلا انت؟ بدك تساعدني بشغلي؟ ما في وقت. ما في وقت؟ انا في ساعدك بشغلي وحده. نعم لحظه خلينا نجيب الملقط. ويت 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 ما في. طيب انا بحط راحوا الملقط. شاف لحظه شاف لحظه. زيح. ها اوكي طيب شاف عامل مربى الكبش القرنفل. ايه فيها كبش قرنفل. شاف نكتة هيدي كان لازم تضحك عشو. ليك شو عم بعمل هون؟ هيدا الطبق صار جاهز، وهيدا كمان الطبق صار جاهز، وهيدا الطبق صار جاهز. لحظة 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 يا شيف. يلا هيدي هون ما فيها اوكي اوكي هول يا جوزيف صاروا جاهزين. شيف انا بدي اتشكرك، بدي اقول للمشاهدين شغله كثير مهمه. يعني طبعا هي الزينه هلا عم تنهي فيها اطباقك رح نشوفهم هلا على الهواء، انه بتمنى انه يكون بالفعل الشكر واضح لكل شخص مرق بحياتكم، وكل شخص ممكن يمرق بحياتكم، وتعرفوا تتعلموا درس من كل شغله تصير معكم، وخاصه تكون بدايه 2019 بدايه كويسه وتقدروا تقلعوا فيها مثل ما انتم بدكم، بس تحطوا الفكره براسكم والهدف قدامكم وتمشوا، ويكون عندكم ثقه بحالكم. هيدي اهم شيء، وتقولوا ما في شيء حرزين بالدنيا نزعل عليه. ضروري نكون دائما اشخاص ايجابيين ومبسوطين وفرحانين لنقدر نعكس هالايجابيه على غيرنا. شايف نحن رح نشوفك بكره بطبعا حلقه بتكون بكره شوي سبيسيال لانه صغيره قصيره والقصيده تكون قصيره، وانا بلتقي فيكم الله رد يوم السبت. الى اللقاء.